اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من عالم اليف. عالم اليف بيقدم لك كل ما هو جديد في الحياه الحيوانات الاليفه. النهارده لقاءنا لقاء مميز جدا لانه داخل حديقه حيوان الجيزه. داخل حديقه حيوان الجيزه في البيتنج زو اتفتح الجديد خاصه بكل ما هو اليف، خاصه بالحيوانات الاليفه. النهارده بنشوف مدى تفاعل ومدى اهتمام وزاره الزراعه والهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتطور في عالم الحيوانات الاليفه، ومن الاهتمام ده طبعا ان هم انشاوا حديقه داخل حديقه، حديقه الحيوانات الاليفه داخل حديقه حيوانات الجيزه. الحديقه دي فيها بيجمعوا كل الحيوانات الاليفه او اللي ممكن تتالف مع الانسان، بحيث ان الهدف منها ان هو يبقى في كونتاكت وفي تفاعل بين الاطفال والانسان والحيوانات. التفاعل ده عن طريق ان هو يقدر ياكل الحيوان، يقدر يدخل جوه الياض بتاعه الحيوان، يقدر يلمسه، يقدر يركبه، يقدر يتفاعل معاه، يقدر يتصور معاه. ده الهدف الاساسي. فالهدف الاساسي ان احنا ندخل جوه حديقه الحيوان، جوه عالم تاني، جوه عالم يحصل فيه تقارب، يحصل فيه تبادل للاحاسيس والمعرفه. احنا دلوقتي هنبتدي ندخل الحديقه جوه ونشوف الحيوانات الاليفه ديت واحد واحد. احنا دخلنا البيتنج زو وطبعا في استقبالنا المهندس هادي امبابي مدير الحديقه، وهنبتدي ان احنا نتعرف منه على ايه هي طريقه الاستقبال بتاعه الزائر هنا، وايه هو الحاجات اللي بيعملها، وهنبدا معاه خطوه خطوه. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك يا فندم، اهلا بيك. ايه حضرتك الخطوات اللي حضرتك بتعملها الزائر اول ما يخش هنا؟ هو بداية هو الفكرة الحديقة بشكل عام البيتنج زو، هو دي يعني كل حدائق على مستوى العالم بشكل عام بيبقى فيه جزء خاص بفكرة الحيوانات الأليفة. الجزء ده بيبقى فريندلي، بيختاروا منه مجموعة حيوانات هي بتبقى فريندلي جدا، مدربة، وهي مش 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 بتأذي الجمهور، وبتبقى في مكان مفتوح. المكان ده بيقدر الطفل يخش يتعامل مع الحيوان بشكل مباشر، يبدأ يأكله، يبدأ يتصور معاه، يلعب معاه بشكل آمن. هي دي كانت بفكرة مبسطة. فاحنا لما جينا فكرنا في موضوع ان احنا ازاي لما يعني التجربة دي او بشكل عام فكرة البيتنج زو ما تكونش موجودة في حديقة الحيوان، الحمد لله كانت مطلب من المطالب المهمة جدا. نفذنا الفكرة، بس طبعا نجحنا في ان احنا نسبق بيها بشكل ديزاين. الحمد لله عملنا ديزاين مش غير مسبوق على مستوى الحدائق، يعني كان كل الناس مش بتهتم بالشكل الجمالي حيوان موجود، لا احنا الحمد لله عملنا كل حيوان ليه بيئه، في لمسه فنيه في البيئه بتاعته، ادينا له المساحات اللي هو يقدر يعني يتعايش فيها بشكل 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 امن. هو طبعا الموضوع ده مهم وهنشوفه ان شاء الله خطوه خطوه مع حضرتك، بس الاهم من كده طبعا البيئه، واهم حاجه هي التوعيه، ودي اللي احنا بنهتم بيها، ان هو يبقى متواجد حد متخصص في التوعيه للاطفال بالذات، ان هم ازاي يتعامل مع الحيوان، ازاي يقرب منه، ازاي ياكله. فدي اهم نقطه من الجوله بتاعتنا ان شاء الله، بحيث نقدر نعرف الجمهور قبل ما يجوا الحديقه ايه مواصفات كل حيوان وايه اللي هيشوفوه هنا بالظبط. هو بدايه احنا في الاول بيجي الجيست بياخد باسكت اكل زي كده، طبعا ده فري على التذكره. مجموعه الاطعمه دي هي منتقاه، يعني معروف ان مختارين مجموعه ايه الحيوان بيحب ان هو ياكل الاكل، زي الخس، جزر، بطاطا، حاجات هي دي مش وجبه اساسيه ليه، لكن هي بالنسبه له حاجه زي الفاكهه بالنسبه لنا، فهو بيحبها جدا. لو احنا جينا قربنا، احنا بدايه ده هنيجي ده الفرس القزم او الباني، ده من الحيوانات الاليفه جدا ان الاطفال بيحبوها ومحببه. طبعا واحنا بدايه ما كانش سلوكه طبعا ما كانش فريندلي، طبعا قعد فتره لحد ما بدانا ان احنا نتعامل معاه ونتدرب فتره التدريبيه، لحد ما وصل مرحله ان احنا بنقدر احنا نلمسه، نقدر ناكله بمنتهى البساطه، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتعجب الاطفال والجيست بشكل عام. حاسس ان هو فات شويه؟ لا، من كتر الاكل انا يعني الحيوانات الحمد لله، يعني احنا في
في اهتمام ويعني الناس الجمهور بشكل عام والله يعني الحمد لله. بس برضه زياده الاكل يعني مش حاجه كويسه يعني. يعني بس احنا بنحاول برضه ان الحيوانات تكون مبسوطه عندنا يعني، ده مهم جدا يعني. ده بدايه بالظبط. يبدا كمان مش بس كده، صح مظبوط، مش بس ان هو يقدر ياكلهم من بره، لكن كمان احنا وصلنا لمرحله كويسه جدا في التدريب ان هو يقدر يركب على عليه يتصور جنبي، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتعجب الجسم، لان بدايه هو ما كانش بيقدر يعمل ده في السابق. وزي ما حضرتك شايف دي طبعا بتخلي الاطفال نفسهم يبتدي ان هو يتفاعل مع الحيوان، يبتدي عنده رحمه بالحيوان، يبتدي ان هو يعرف الحيوان ده بيحس وبياكل وبيشرب، فبيتعامل معاه برأفه وبحنيه. دي الفكره، دي الفكره الاساسيه، ان احنا بنحاول نوصل للطفل او الاسره بشكل عام ان الحيوان ده مخلوق اليف، هو مش مضر ولا هو يعني مش عدائي، يعني حتى غريزه العداء بالنسبه له هو يعني سيلف ديفنس اللي هي الدفاع عن النفس، لكن هو عمره ما هيهاجمك طول ما انت بتتعامل معاه بشكل لطيف بشكل اليف. دي كانت الفكره، وكل مكان من الاماكن دي احنا عندنا جايد بيقدر ان هو يتعامل مع الجمهور، يفهمه ازاي يتعامل مع الحيوان، مش بنسيبه ان هو يعني يتعامل، لا بنفهمه ان ما تلمسوش، او لو لمسته مثلا تكون بشكل في رفق، تاكله بطريقه معينه بحيث ان هو يبقى عارف كونسبت معين ان بي ان الحيوان يبدا يتعامل بشكل اليف. زي ما حضرتك شايف، بص ما فيش اي امان وما فيش اي مشكله منه. برضه مع كل حيوان هنزوره هنحب نتعرف، هل الحيوان ده بيتم اقصاؤه هنا عندكم؟ يعني الحمد لله يعني في عندنا ولدات منه صغيره، الحديقه ما شاء الله يعني خبرات عاليه جدا وامكانيات يعني محترمه، فالحمد لله في اكثر منه بشكل كويس جدا. دي الجوتس اللي هي المجموعه بقى، طبعا دي معروفه. الجوتس ده بيعيش في اسيا، والابيض النوع الثاني دوت فرنساوي، ده فرنساوي. الجوتس ده فرنساوي وده اسيوي. طبعا من الحاجات اللطيفه جدا موضوع الجوتس ان هي يعني فعلا مخلوق فريندلي جدا والاطفال بيحبوه يعني. وبعدين من ضمن الحاجات الجميله في الحديقه ان هو دايما بيبقى يعني تحس ان هو ودود مع 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 الجست، ما بي ما بي يعني مش من نوع يعني اليف. فنلاقي ان احنا كمان الجست بنقدر نخش له كمان جوه. ده الجوتس اللي هو الفرنساوي، وزي ما حضرتك شايف هو ظريف جدا ودمه خفيف وبيحب الجمهور، مش بيخاف. طبعا حضرتك لما شايف هو طبعا ده نوعيه الاكل اللي هو بياكله، فطبعا هو هنا زي ما حضرتك شايف بيخش بقى الجست بالشكل ده. بالنسبه له هو بيلعب معاهم، الاطفال بتلعب معاه بشكل زي ما حضرتك شايف مباشر. وده كان ده الجديد اللي هو ما كانش موجود قبل كده، ان الجمهور ايه ده كان هنا الطفل حس ان الحيوان ده ما بيأذوش، وكل الموضوع ان هو هياخد منه الاكل، باسكت الاكل هياخده منه بس مش اكتر. فده ده كان شايف كمان في ولده صغيره عندكم. الحمد لله يعني من ضمن الحاجات اللي الحمد لله احنا يعني برضو ناجحين فيها ان في بيبقى في تكاثر من نسبه الحيوانات دي، والحمد لله يعني الانتاج ماشي بشكل كويس جدا حتى داخل الحديقه وبره. بنخرج من هنا بقى عشان ايه هجموا علينا. معنا الحيوان دلوقتي الثالث، وانا شايفها عباره عن مجموعه من الدواجن او الطيور المنزليه. مظبوط، دي مجموعه منوعه من الطيور. طبعا هي من بيئات مختلفه، بس طبعا في تعايش يعني عايشين مع بعض ما فيش مشكله. يعني مثلا الدجاج اللي هو لونه ابيض فاسد رزي، ده بيعيش في غرب افريقيا ومعروف ان هو باسمه دجاج الوادي. وده يعني هو بالمناسبه من الحيوانات اللي هي بتطير يعني. بس طبعا احنا ايه يعني بنعمل له حاجه بحيث ان هو يبقى ما يطيرش. بالظبط بالظبط. نفس الكلام ده بقى للدجاج القطني. الدجاج القطني شايف حاجة شكله ظريف جدا، هو لونه ابيض بيتميز بان يعني الريش بتاعه مختلف شويه. ممكن يتربى في البيت، ده عباره عن حيوان اليف. بالظبط بالظبط. وهي دي والله فكره يعني العمليه القطط وكلاب. لا ده في عندنا حيوانات مظبوط والله يعني كان ممكن احنا نبتدي نربيها في البيت وليها فايده. يعني المناطق دي بتبيض بالمناسبه يعني برضو يعني خلينا نتكلم. يعني انا بشكر حضرتك طبعا على 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 الجزئيه دي. لان احنا بنحس هنا في البيتنج زو
مدى متعه الاطفال وهي بتتعامل مع الحيوانات بشكل مباشر قريب. فايه المانع ان يعني كل بيت او كل مكان يكون فيه حاجه كده اليفه؟ بالعكس يعني فعلا بتدي نوع من انواع يعني بتخلي حتى الطفل يتفاعل واهتمام على النفس يعني بتدي صفات بتدي له كويسه. هو ده دي فكره دي ان الدوت دي نقطه مهمه بيكتسب فيها صفات يعني مهمه جدا يقدر يعرف الحيوان يتعامل معاه التفاعل ياكل يشرب الرحمه الرفق يبقى في عنده حد حد بيهتم بيه. فلا يعني انا شايفها نوع بلدها ايه دي الابيض دي صيني بتعيش في اكتر من بلد منها الصين يعني ودي افريقيا زي ما تحكوا وده هندي كوشن الكبير ده طبعا اللي هو البني ده هندي اسمه كوشن برضو من الحاجات الظريفه جدا اللي هي اللي الاطفال بيحبوها ويحبوا يخشوا يلعبوا معاها طبعا اكلها كله بكليات بالظبط حبوب بتاكل حبوب وطبعا الخضروات زي القص ممكن جزر صغير وبقيت بقى يتم اكسارها برضو هنا في مصر بالنسبه للدجاج الوادي بالنسبه للوادي بالنسبه للبيئه الحمد لله بيسموه دجاج الزينه الوادي بيدخل قريب برضو دجاج الزينه بالظبط هو هنا طبعا في مصر زينه بره في افريقيا اعتقد بياكلوه يتاكل عادي وهو هنا على فكره بالنسبه لينا في الحديقه بشكل عام يعني في تكاثر بكميات كبيره جدا لان هو ليه فايده كمان فايده بيئيه مهمه جدا يعني هو يعني هو مهم بالنسبه لكل حيوان يكون معاه موجود توازنه البيئي ماشي نشوف المكان الجديد مع بعض اتفضل دلوقتي مع الحيوان اللي بعديه وهو حيوان اللاما احنا شايفين طبعا يعني الواناته ومدى تدريبه وان هو ابتدى ان هو يتفاعل مع مع الزائرين وكده وابنه برضو اللي اخذت وقت جامد عشان نقدر ان احنا يعني تدريبها هو حيوان جميل جدا هو من فصيله الجمال بيعيش في امريكا الشماليه وبيستخدم هناك برضو في النقل لكن هنا طبعا الاطفال بيحبوه جدا ودلوقتي خلاص يعني خد فتره كبيره لحد ما قدر ان هو يتفاعل معانا ده الحجم الكبير بتاعه ولا يعني ده حجمه متوسط يعني في اكبر من كده يعني في بيئاته بتبقى اكبر من كده لكن هو من الحاجات اللطيفه جدا لان كمان الاطفال بيقدروا يخشوا جوه بالنسبه له طبعا في البدايه ما كانش فيه جزئيه ان يقدر يقرب من الحيوان بشكل مباشر دلوقتي لا الطفل بدا يخش ياكله يلعب معاه يصور معاه فده كان تحدي ومن ضمن الحيوانات اللي يعني عليه اقبال جدا بالظبط يبتدي ان هو يتفاعل ويبتدي ان هو يقرب للاطفال بالظبط هو حتى ودود جدا يعني دمه خفيف حتى لو دخلنا جوه دمه خفيف جدا بيحب يجري ويحب يعمل حركات يعني هو مشهور كمان ان هو بيعمل حركه ببقه كده ف من الحيوانات اللي هي ظريفه نشوف طب الحيوان اللي بعديه برضه تقريبا من نفس ال نيجي بقى الحيوان الالباكا الألباكا ده برضو قريب من فصيلة اللاما هو نفس فصيلة اللاما لكن هو بيتميز بقى بكثافة شعره وده يعني ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفة هو من فصيلة ايه هو فصيلة اللاما وحيوان دمه خفيف جدا ويعني جزت من دول العجات الظريفة الأطفال لما بييجوا يشوفوا ايه الخروف كبير فيعني عامل برضو ايه نوع من أنواع الفاني سيتويشن يعني لكن هو حيوان هادي جدا يعني بص حضرتك جميل وجميل جدا يعني حتى في الصور لما الاطفال بيخشوا يتصوروا معاه احنا بنبقى مبسوطين يعني ان بالنسبه له حيوان برده بالنسبه لحجمه ولحجم طفل كبير فلما بيخشوا الاسره ويلعبوا معاه ويتصوروا معاه وفكره ان هم ياخدوا شوطات او صور بشكل عام مع الحيوانات دي حاجه جديده يعني بالنسبه للجست في مصر بشكل عام جمهور حديقه الحيوان ان يقدر الاحتكاك المباشر ده ما كانش موجود نروح للحيوان اللي بعده دلوقتي طبعا دخلنا الياود بتاع الغزال الاوروبي وطبعا الغزال يمكن من اشهر الحيوانات المحبوبه لدى المجتمع المصري وتملي بيشبهه بعض الناس انت زي الغزال فنحب ناخد فكره عن الغزال الاوروبي بالظبط لا الغزال الاوروبي حيوان جميل جدا طبعا هو بالنسبه للاطفال كان نوع من انواع الصعوبات او المستحيلات ان هو يفكر ان هو في وقت من الاوقات يعني يكون قريب من غزال بالشكل ده ويأكله بالطريقه دي لا وكمان يعني هو امان مش حاسس ان هو ممكن يعني يعمل اي حركه عاديه هو طبعا بيعيش في اوروبا في بيته طبعا بيته بتبقى ساقعه الحمد لله احنا يعني بنحاول بس ليه ما جبتوش الغزال المصري موجود غزال مصري بس هو موجود اصل طبعا البيئه بتاعتنا فلازم ايه نهتم شويه ايه الفرق بينهم طب اللي ممكن بص هو الغزال المصري يعني خلينا نقول احنا بنتكلم بيتنج زو
الغزال الاوروبي الى حد ما يعني تدريبه التحكم والكنترول بتاعه صعب، وفي نفس الوقت يعني لو رجليه خبطت ولا حاجه ضعيف في الجزئيه دي. على عكس الغزال الاوروبي بالظبط، الغزال الاوروبي يعني قوي. الموسم ده يتهيألي موسم التزاوج بتاعهم اليومين دول، فحاسس ان هم يعني احنا كويس احنا قاعدين معاهم كده يعني انا الحمد لله يعني شبه متاخدين شويه. بالمناسبه لو احنا لو هتكلم بقى على البيهافير بتاعتهم، هو لا الراجل او الذكر مسيطر وما يحبش حد في موسم التزاوج يقرب من المبيت بتاعه، يعني ليه كده حاجات تحس ان هو قريب مننا من البشر في تعاملاته. ده برضه بيتم الاقصاء هنا ده بشكل كويس جدا الحمد لله. يعني احنا دي ولده المكان هنا اللي هي الصغيره ديت، دي من الولده اللي موجوده في المكان هنا. نبتدي نروح للبعد. دلوقتي طبعا احنا من داخل حديقه الحيوانات الزينه او طيور الزينه. طبعا ده من اهم الاجزاء المحببه لدى الاطفال، ان هو يبتدي يتصور مع البغبغان، يبتدي يشوف العصافير الاسطواليات الضوء. فيعني برضه عاوزين حضرتك تشرح لنا حاجه كده بالتفصيل. هو بدايه من اقوى الاماكن او انا عملنا له ديزاين بشكل يعني جميل، مجموعه اشجار وديكوريشن الحمد لله يعني كنا موفقين فيه. اخترنا برضو مجموعه من البغبغانات جميله والحمد لله دربناها بشكل كويس. هي طبعا بغبغانات كانت موجوده عندنا في الحديقه دربت بشكل كويس لدرجه وصلت لمرحله ان احنا نقدر دلوقتي ناخد البغبغان. في حاجات جميله زي ما حضرتك شايف القفص، احنا كمان عملنا له ديزاين بشكل يعني جميل، مجموعه اشجار وديكوريشن الحمد لله يعني كنا موفقين فيه. اخترنا برضو مجموعه من البغبغانات جميله والحمد لله دربناها بشكل كويس. هي طبعا بغبغانات كانت موجوده عندنا في الحديقه دربت بشكل كويس لدرجه وصلت لمرحله ان احنا نقدر دلوقتي ناخد البغبغان. شكرا يا دكتور بوزي. طبعا زي ما حضرتك شايف حاجه جميله جدا، وبالنسبه للاطفال والاسره بشكل عام لما بيجي البغبغان تعاملوا معاه بشكل هادي جدا وظريف، وده كان من ضمن الحاجات اللي عامله اقبال بشكل كبير جدا في المكان. ده الزنجباري حاجه اليفه جدا، وبص حضرتك حتى يعني بسيط ما فيش اي حاجه. خلينا نقول ان في ناس بتقابل تحديات في موضوع تدريب ان يقدر يوصل لمرحله. افضل حاجه زي ما حضرتك تفضلت كده ان هو من البدايه خالص يبدا من هو لسه صغير هاند فيدينج بالظبط، وبيبدا يتعود عليه واحده واحده. طبعا من اهم انواع الطيور هنا زي ما بنقول الزنجباري، وزي ما حضرتك بتقول ليه قصص في التدريب بتاعته او مراحل كتير، ابسطها اللي هو يتعود على الانسان ويبتدي يبقى اليف معاه ويبتدي ان هو يقف وياكل من ايده وكده. لكن في تدريبات عليا اخرى اللي هي يقدر ان هو يقول كلمه او كلمتين او ثلاثه او جمله ده بقى بالتدريب. يعني احنا يعني بنبدا الاول احنا نتعامل معاه حقيقه، يعني احنا برضو بنشتغل بشكل بروفيشنال. احنا عندنا يعني بنتعامل مع اكاديميه متخصصه في التدريب الحمد لله، عملنا تريننج معاهم كويس جدا ووصلنا بالبغبغانات لمرحله كويسه، والحمد لله كل الوقت الاستاف عندنا بيقدر يعمل دوت. طبعا هو بياخد فتره لكن الحمد لله بتستجيب البغبغانات، ومن الحاجات اللي عامله اقبال بالنسبه للاطفال بشكل جميل جدا في المكان. في ايه هنا تاني بيشد الجمهور او بيجذبه غير الزنجباري؟ والله هو كان عندنا المكاو، بس يعني احنا يعني يعني لسه واخد معانا فتره تدريب. عندنا برضو حاجه اسمه كوكاتو برضو من الانواع اللي هي يعني جميله وشكلها. كان عندنا طبعا كوكاتو النخيل، بس طبعا ده من اغلى الطيور الموجوده في العالم كله، وان شاء الله يعني المره الجايه ان شاء الله في الزياره يكون موجود باذن الله. بالنسبه لل انا شايف برضو نوع استرالي وانواع اخرى برضو الدوره بقى والاستراليات طبعا بشكل كبير، البادجي او الحاجات اللي هي العصافير يعني بتتميز برضو الكوكتيل دوت. يعني الحاجات كلها بتتميز، يعني الناس اللي بتربي بغبغانات الطاووس برضو، بس هو الطاووس الهندي ده من برضو الحاجات الجميله. يعني بنقدر برضو الناس بتيجي مع الديكورات بشكل عام بتتصور معاه، فيعني بنحاول ان احنا نعمل يعني تنوع داخل القفص. حديقه طيور زينه متكامله، وان شاء الله يحصل فيها تطوير وبرضه يحصل فيها اكستنشن كبير بحيث يبقى اكبر من كده، لانها صراحه محتاج. واللي انا بشوفه برضه بره بلاقي الوانات البغبغانات، يعني في الوانات مجذبه جدا دلوقتي، انواع واشكال وكترتها، يعني يا ريت يبقى اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. يعني احنا ده اللي في الخطه، احنا بنعمل دلوقتي حاجه يعني اكستنشن جديد
هيكون كله عباره عن مجموعه طيور ملونه وحاجات فوع زي ده. الفوع الشجره ده بيبقى عليه حوالي 20 طائر واقفين بالوانات واشكال مختلفه. ان شاء الله ماشي المره الجايه ان شاء الله تلاقي مجموعه يعني اكبر من كده بكتير. طبعا من اهم الاماكن داخل البيتنج زو اللي هو بيت الزواحف، وده طبعا بيلقي اقبال كبير جدا من الزائرين لانه بيحتوي على جميع انواع الزواحف اللي موجوده واللي يقدر يشوفها واللي يقدر ياخد معلومات عنها ويقدر يتعرف عليها. نحب نتعرف مع حضرتك ايه اهم الزواحف الموجوده داخل البيت. هو الفكره بدايه بس ادي حضرتك فكره عن بيت الزواحف، احنا عملناه بشكل مختلف شويه. يعني بتخش بيت الزواحف بتحس ان انت داخل كهف كله مجموعه من الزواحف. طبعا عندنا تشكيله جميله بتعجب الناس، من الاصالات، التعابين، الضب المصري، الكورنيس نيكل هيك ماسكو الامريكي، المجموعه من الاجوانات، مجموعه من برضو السلاحف. الاجوانه اللي مع حضرتك دي منشاها ايه وايه مميزاتها؟ دي بتعيش في الامريكتين بشكل عام، ودي من الحاجات المميزه جدا. الاجوانه هي طبعا دي بتتغذى على الخاص، فواكه، خضروات. في ناس يعني بيتلخبطوا ما بينها وما بين الحربايه، يعني اول ما يشوفك يقول لك دي حربايه. لا، الحربايه بتبقى صغيره شويه. ايوه مظبوط، اصغر حجما وبتتعمل التشينج كالرز او الالوان بتاخد اللون بتحاكي الماتشنج. الاجوانه لا، الاجوانه هو منها نوعين، نوع الاخضر والنوع الاحمر. وهي حاجه ظريفه جدا. الجديد هنا بقى ان احنا بنحاول نخلي الجست الجمهور او الاطفال يقربوا منهم، يقدر يشيلهم يتصور معاها فده بالنسبه لهم حاجه يعني. هو الاول من بعيد ما كانش يعني مدرك انه لا حاجه اليفه او حاجه ان هي يقدر يتصور معاها. بالنسبه للتعابين انا شايف بعض انواع التعابين، وانت قلت حضرتك ده تعبان الذوة الامريكي. بالظبط، ده تعبان الذوة الامريكي او كورن سنيك، ده من اكتر التعابين في العالم، يعني بيت او بيت بشكل عام. اليف جدا على عكس التعبان المصري. ده حقيقه يعني. هو حتى يعني الناس اللي هي بتربي بقى تعابين ومهتمه بموضوع الزواحف دايما يعني بيحطوا في الرانك او في التصنيف اكتر حاجه يبدا بيها هو الكورن سنيك. طبعا الوانه جميله زي ما حضرتك شايف، الوانه حلوه جدا، وفي نفس الوقت هو تعبان ظريف جدا واليف ما بيهاجمش، ويعني بالبلس بقى شكله جمالي. يعني حتى لو حضرتك الزواحف بتتميز بمجموعه، يعني لو حضرتك تاملت فيها سبحان الله يعني تلاقي فيها يعني كم الوان وكم تداخل وحاجه يا فعلا سبحان الله يعني. هو اي حاجه طبعا لو ربيتها من وهي صغيره لسه بادئه تبتدي ان هي تبقى اليفه مهما كانت مدى شراستها. ده حقيقه يعني، حتى يعني بغض النظر عن الزواحف او الحاجات اللي هي يعني احجامها صغيره، حتى في المفترسات يعني احنا بنشوف الناس اللي هي لو ربى شبل اسد من البدايه خالص وتعامل معاه ان هو يعني بدايه ما من هو طفل صغير او من هو شبل خلاص بيبقى. لكن طبعا احنا ما بنقدرش نقول طبعا يعني بنقول الحيوانات المفترسه او الحيوانات الخطره بشكل عام خط احمر ممنوع تربيتها او اقتنائها، ودي معلومه لازم نقولها لان هنا احنا من ضمن الاهداف بتاعه البرنامج بتاعنا طبعا ان احنا نبتدي نوصل مع المعلومه وتوعيه للناس ايه اللي يقدر يربيه وايه اللي ما يقدرش يربيه، ايه اللي يقدر يقتنيه وايه اللي ما يقدرش يقتنيه، ودي مهمه جدا لان هنا زي ما حضرتك عارف في تجاره الحيوانات البريه ودي شبه ممنوعه او عليها قيود، فالناس نفسها ما بتعرفش يعني اللي بيشتري ده يعني مشكلته الاولى ان هو عدم وعي. بالظبط، انا بتفق مع حضرتك تماما. احنا يعني انا بنصح كل حد يعني عايز يقتني حيوان لازم يسال الاول هل الحيوانات ديت، وبمنتهى البساطه يعني هنا يعني الجهه حديقه حيوان هي من الجهات طبعا كل التصاريح او كل التراخيص بتخرج عن طريقها، فيقدر قبل ما يربي اي حيوان عنده يقدر يعرف اذا كان الحيوان ده افيلبل يعني على ان هو داخل سايتس او لا، ممكن هو يقدر يربيه، ممكن هو الاتفاقات الدوليه. طبعا فكرة الحديقة هنا فكرة رائعة، وطبعا احنا يمكن تجولنا في اكتر من مكان، فبرضو بنحب نقول لحضرتك يعني حوالين الفكرة العامة وخطواتها والزمن بتاعها. والله الفكرة الحمد لله يعني هنا خطوات الفكرة بداية، بس انا قبل ما اتكلم عن الفكرة بشكل عام او خطواتها
عايز بس اتوجه بالشكر لمعالي وزير الزراعه السيد القصير. هو يعني هو يعني في دايما ناس بتبقى يعني مش باينه في الكادر قوي، لكن انا عايز اقول ان هو من ضمن الشخصيات او المسؤولين اللي دعم الفكره بشكل عام في فتره التاسيس. في البدايه كان عمل زياره للموقع، وكانت زيارته دي كان من ضمن الحاجات اللي كانت داعمه لينا كمنافسين للمشروع في التصميم في البدايه. دعمنا بشكل قوي جدا، قال اي اقتراحات اي حاجه انتوا واقفه انا يعني هساعدكم في اي حاجه، ووعدنا ان احنا نطلع باحسن صوره وان احنا بنعمل نموذج. النموذج ده فعلا مش متكرر في العالم، احنا عملنا زي ما حضرتك شايف الديزاين ده مش مقلدين بيه حاجه او ان احنا عاملين حاجه مثلا كانت موجوده قبل كده، لا الفكر ده كله فكر ديزاين مصري احنا اسسناه، واحنا وعدناه بده والحمد لله احنا نفذنا وعدنا. وهو جه افتتح المكان مع الوزير، افتتح المكان وشرفنا، وكان معاه سفير فرنسي الحمد لله، كان شفنا فرحه في عيون الناس كلها اللي كانت موجوده، والحمد لله يعني كان مبسوط مع الوزير بشكل. فانا بتوجه بالشكر ليه واقول له ان شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتك في كل الاوقات. طبعا الدوله المصريه كلها ومتمثله في وزاره الزراعه والهيئه العامه للخدمات البيطريه بيحبوا ياخدوا المقترحات وياخدوا الفكر الجديد والتطوير، ودي حاجه احنا بنشكرك عليها ان هو التطوير والافكار خارج الصندوق. وفي نفس الوقت اللي انا عارف كمان ان حضرتك في افكار جديده جايه زي فكره الدولفين، وعمل منطقه متكامله لعوده الدولفين ان شاء الله يعني ايه تنفذ عن قريب بدعم من السيد وزير الزراعه. مظبوط والله، وبرده بتوجه برده دي شكر مره تانية. الحمد لله لقينا كل التوفير، كل يعني الراجل ما اخرش في اي جهد، معالي وزير الزراعه يعني ما تاخرش في حتك في جزئيه ان الموافقات بتاعه المشروع الحمد لله قريبا جدا ان شاء الله المشروع يكون على ارض حديقه الحيوان. مشروع من اجمل المشروعات الحمد لله اللي هيكون ترفيهيه ان شاء الله، يعني الناس كلها تتبسط منه باذن الله. طبعا الباشمهندس هادي بنشكر حضرتك في نهايه حلقتنا، وان شاء الله لينا لقاءات اخرى كتير، وان شاء الله نبقى معاك في الافتتاح بتاع الدولفين ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله باذن الله، تشرفونا في اي وقت.